ومعنا مشاهدينا الكرام من اسطنبول هاتفيا الكاتب والباحث والسياسي دكتور جاسم الشمري. مرحبا بكم دكتور جاسم. نبدأ من تصريح لجنة النفط والغاز النيابية التي أكدت أن وزارة الكهرباء لا تملك خططا لمواجهة حر الصيف المقبل. إذن أين الوعود الحكومية بإنهاء هذه الأزمة؟ نعم، القضية قبل أن نتحدث عن الوعود الحكومية، أرى أن المشكلة الخلل الأكبر في الدولة العراقية بحسب النظام الديمقراطي الذي يقولون أنه موجود في العراق هو في مجلس النواب العراقي. ذلك لأن المجلس بحسب ما معلوم في الديمقراطيات المختلفة في العالم يفترض أن يقوم بدور الرقيب على الحكومة، ومنذ أكثر من 4 يعني مراحل انتخابية وجدنا أن غالبية البرلمانيين مجرد تصريحات صحفية، مجرد كشف، مجرد كلام لا يقدم ولا يؤخر. السؤال هو أين هو دور مجلس النواب العراقي؟ حتى حينما يتم استدعاء هذا المسؤول أو ذاك نجد أن هنالك صفقات جديدة في عمليات الاستدعاء. القضية قضية خطيرة، الفساد الموجود في العراق فساد كبير ومخيف جدا، دخل في كل مفاصل الدولة العراقية، وعليه حتى الاستجوابات هي نوع من أنواع الفساد المالي والإدارة في العراق. القضية بحاجة إلى برلمان، الدولة العراقية اليوم ليست بحاجة إلى حكومة، الحكومة هي جزء من المنظومة، لكن الخلل الأكبر في تقديري هو في البرلمان العراقي، ذلك لأنه لم يقم بدوره المطلوب منه على اعتبار أنه يمثل الشعب العراقي وعلى اعتبار أنه يراقب ما يجري في البلاد، وهذا الدور حقيقة هو فقط دور إعلامي يقول به هذا النائب أو ذاك، وبالتالي المشكلة مشكلة نيابية قبل أن تكون حكومة. مشكلة حكومية. أيضا صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن الفساد في العراق يهدد عقد شركة جنرال إلكتريك. كيف أثر إذن الفساد في قطاع الكهرباء، لا سيما أن هذا القطاع صرفت عليه أموال طائلة؟ نعم، منظومة الكهرباء يعني صرفت عليها أكثر من 45 مليار دولار منذ عام 2003 وحتى اليوم، ومعلوم أن هذا المبلغ هو يوازي ميزانيات دول مجاورة للعراق، وهذه الدول تنعم بالكهرباء على مدار الساعة. إذن أين الخلل؟ الخلل هو في عدم وجود دولة مؤسسات في العراق. القضية ليست فقط في الكهرباء، الخلل كامل في منظومة الدولة العراقية كاملة، في العملية السياسية، في الوزارات، في الأجهزة القضائية. وبالتالي الموضوع حينما تحدث النائب مشعان الجبوري قبل أيام أن منصبا لمدير عام في وزارة العدل وتمت الصفقة في مكتب وكيل الوزير أنه بيع المنصب لأحد المدراء العامين ب 300 مليون دولار، ومشعان الجبوري قال 300 ألف دولار عفوا، ومشعان الجبوري قال إن المبلغ، إن هذا المنصب يساوي 3 مليون دولار لأنه فيه إطعام للسجناء وما يتعلق بالسجون. تخيل أن نائبا في الإعلام يتحدث عن فساد بهذا المستوى، يتم بيع منصب ب 300 ألف دولار ويقول أن المنصب يعني يساوي 3 مليون دولار، والحكومة صامتة وتراقب ولا كأن الموضوع في العراق. إذن القضية سيدي كريم، القضية قضية فساد كبير في عموم الدولة العراقية، ليس فقط في الكهرباء. الكهرباء من الحالة. قبل قليل كنت أتابع عبر برنامجين مياه الشرب التي تصل إلى بغداد، هي مياه آسنة وغير صالحة حتى للغسيل. كيف يتم ذلك في دولة صرفت عليها أكثر من
2 مليار دولار منذ عام 2003 وحتى اليوم. إذا الآن من نتائج ما تذكر دكتور جاسم، الآن غرق في الشوارع ونحن في فصل الشتاء، وتوقع بصيف لاهب للعراقيين مع غياب الكهرباء. ما قراءتك لما ذكره موقع وور اون ذا روكس بأن غياب هذه الخدمات ولا سيما الكهرباء سيطيح بالحكومة؟ والله يا سيدي لا أعتقد أن هذا الأمر سيطيح بالحكومة. كل الحكومات السابقة كانت على ذات المنوال، كل الحكومات كانت مدعومة من قبل بعضها البعض. العملية السياسية عبارة عن شركة خاصة تدار في العراق من قبل المشاركين في هذه العملية السياسية، وعليه لا أعتقد أنهم يطيحون ببعضهم البعض. إنهاء المشكلة في العراق إما يتم عبر يد الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير مجمل اللعبة السياسية في العراق، أو عبر ثورة شعبية في عموم العراق. هذه الحالة فقط يمكن أن تغير المشهد العراقي، أما غير ذلك فأعتقد أن المهزلة مستمرة. إذن شكرا جزيلا لك دكتور جاسم الشمري من إسطنبول، هاتفيا الكاتب والباحث السياسي.